لازم تبقى عارف علشان تكون فاهم. لو انت من محافظة القليوبية فالفيديو ده معمول علشانك. لازم تعرف ان عدد سكان المحافظة 5,627,000 مواطن، بيمثلوا حوالي 5.9% من عدد سكان مصر. اكلمك شوية بالتفصيل، 57.3% من سكان المحافظة بيعيشوا في الريف، و 42.7% عايشين في المدن، وكمان 51.7% منهم ذكور، و 48.3% منهم إناث. ده غير إن 71.2% متجوزين، و 21.4% منهم لسه متجوزوش، وفي 6% من السكان أرامل، و 1.1% مطلقين. أما نسبة الأمية فبتوصل ل 23.7% من عدد السكان، وفي 9.4% منهم بيقروا يكتبوا بس بدون مؤهل، و 11.6% معاهم مؤهل جامعي، وحوالي 27.9% معاهم مؤهل متوسط أو فوق المتوسط، وكمان 26.42% منهم في مراحل التعليم المتنوعة ابتدائي وإعدادي وثانوي. ولأن حياة كل دول جزء من استراتيجية التطوير، الدولة أنفقت الفترة اللي فاتت حوالي 1,385,000,000 جنيه لمشاريع الصرف الصحي في المحافظة، ده بخلاف 1,178,000,000 جنيه لمية الشرب، وكمان 67,000,000,000 جنيه لمشروعات الري. أما مشروعات الكهرباء والطاقة وصلت تكلفتها ل 43,000,000,000 جنيه، بالإضافة ل 143.8 مليون جنيه اتصرفت على مشروعات الصحة. بعد ما سمعت الأرقام دي كلها عن محافظة واحدة، لسه برضو الدولة ما بتعملش حاجة ولا خلاص غيرت رأيك؟